السلام عليكم، اهلا بكم مره تانية في كايرو دار. هنكمل كلامنا على التايتريشن. احنا كنا في الفيديو اللي فات اخذنا فكره او نوع عن مسائل التايتريشن، وفي الفكره ديت كان ده نوع مباشر وواضح ان بيبقى عايز تحسب مثلا مولاريتي اوف اسيد او مولاريتي اوف بيز، او عايز تحسب الفي 1 اللي هو الفوليوم اوف اسيد او الفي 2 الفوليوم اوف بيز. وطبعا في كل حاله او كل مطلوب لازم يكون معانا، لو عايز تحسب الام 1 هيكون معاك في الجيفن في 1 وام 2 وفي 2، وفهمنا ازاي نتعامل مع النوع ده من المسائل. في بقى نوع تاني على نفس الرول، وده نوع اعلى شويه ونركز فيه لان هو ده دايما هو اللي بنلاقيه في الامتحان. النوع ده من مسائل التايتريشن بيبقى مطلوب ماس. لو هنركز في الرول بتاعنا مفيش خالص عندنا ماس. احنا عندنا ام 1 ده كونسنتريشن وفي 1 فوليوم والام ايه ده نمبر اوف مول اوف اسيد، ونفس الكلام الناحيه الثانيه عن الالكالي او البيز. ام 2 ده مولاريتي او كونسنتريشن اوف بيز، والفي 2 فوليوم اوف بيز، والام بي نمبر اوف مول اوف بيز. هتلاقي موجود في مساله التايتريشن واضحه وصريحه، هيقول لك كالكوليت او فايند ذا ماس، ولازم هنلتزم برول التايتريشن. هنكتب ام 1 في 1 ديفايد ام اي ايكوال ام 2 في 2 ديفايد ام بي، لانها مساله التايتريشن. طب لو هتركز هنا معايا، هل في عندنا هنا ماس؟ مفيش. طب ازاي نوصل للمطلوب بتاعنا؟ هنركز كده مع بعض في اول رول اخدناه او تاني رول اخدناه في الشابتر عندنا. الرول بيقول نمبر اوف مول ايكوال كونسنتريشن تايم فوليوم. فاكرين الرول ده؟ طب احنا عندنا ام 1 ده كونسنتريشن وفي 1 ده فوليوم، او الرايت سايد ام 2 ده كونسنتريشن وفي 2 ده فوليوم. يعني لو جينا شلنا الام 1 في 1 وحطينا ما يعادلها اللي هي النمبر اوف مول، ده ممكن، او ام 2 تايم في 2 ده ايكوال نمبر اوف مول. وهي دي المفتاح بتاع مسألة الماس من التايتريشن، انك تجيب ماس من رول التايتريشن. هو ان انا اشيل ام 1 وفي 1 واحط مكانها نمبر اوف مول، او اشيل ام 2 وفي 2 واحط ما يعادلها اللي هو نمبر اوف مول. وطبعا طالما عندك نمبر اوف مول تقدر تجيبها خلاص كروس مالتيبليكيشن، اقدر على طول بخطوه مباشره اقدر اجيب الماس يوزد، لان انا عندي رول برضو موجود اسمه ماس يوزد ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول. لو نلاحظ ان النوع ده من المسائل استخدمنا ثلاث قوانين. استخدمنا اول رول عندنا اللي هو نمبر اوف مول ايكوال ماس يوزد ديفايد ماس اوف 1 مول، ورجعت استخدمت رول ثاني اللي هو بيقول كونسنتريشن تايم فوليوم ايكوال نمبر اوف مول، والرول الثالث اللي هو رول التايتريشن. مساله جميله جدا بيستخدم فيها ثلاث قوانين في الشابتر. تعالوا نشوف اكزامبل على النوع ده من المسائل. البروبلم بتقول 0.1 جرام، اكزامبل نمبر 3، 0.1 جرام ميكسشر فروم سوليد سبستنس كونتينز صوديوم هيدروكسيد اند صوديوم كلورايد. معانا ميكس من الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم كلورايد. ريكوايرد تو تايتريشن ويز، عملنا له تايتريشن مع 10 ملي فروم 0.1 مولر هيدروكلوريك اسيد. عملت تايتريشن مع الميكسشر دوت باستخدام الهيدروكلوريك اسيد، هو ده يعتبر الستاندرد سوليوشن. هيدروكلوريك اسيد ستاندرد سوليوشن ليه؟ لان انا عارف عندي الكونسنتريشن بتاعه والفوليوم. المطلوب بقى هنا المفاجاه، كالكوليت ذا برسنتج اوف صوديوم هيدروكسيد. هنا ما قالناش عايزين فوليوم ولا كونسنتريشن زي مسائل التايتريشن اللي فاتت. كالكوليت ذا برسنتج اوف صوديوم هيدروكسيد. طبعا عشان اجيب البرسنتج لازم اجيب معايا الاول الماس. يبقى اتجاهنا هنا لما تيجي تبدا تحل يبقى هدفك ان انت تحسب الماس الاول، ماس الصوديوم هيدروكسيد. هنكتب الايكويشن عادي نفس الستيبس بتاعت مسائل التايتريشن. هنكتب الايكويشن هنا صوديوم هيدروكسيد ان اي او اتش عمل تايتريشن مع اتش سي ال زي ما بيقول البروبلم. هتقول لي طب ما هو في معانا صوديوم كلورايد في الميكسر، هو الميكس فيه صوديوم هيدروكسيد وصوديوم كلورايد، معايا في الميكسر سولت وبيز. طب لما اجي اعمل له تايتريشن هضيف له اسيد، مين اللي هيعمل رياكشن؟ الاسيد ولا السولت؟ طبعا معروف الاسيد،
احنا عارفين ان الاسيد هو اللي بيعمل رياكشن مع الالكالي، مفيش سولت بيعمل رياكشن مع الالكالي. فعشان كده قلنا ان او اتش مش ان اي سي ال مش هيعمل رياكشن، ان او اتش مع اتش سي ال طلع لنا ان اي سي ال بلس اتش 2 او. والخطوه الثانيه بنعمل بالانس، واضح جدا الايكويشن ديت خلاص عدت علينا كتير انها مش محتاجه بالانس. يبقى هنا الام اي ايكوال 1، الام اي اللي هو نمبر اوف مولو في اسيد، روح دور على الاسيد هتلاقيه هو اتش سي ال، النمبر اوف مولو في اسيد ايكوال 1، والام بي ايكوال 1، ده البيز هنا ان او اتش ايكوال 1. الخطوه الثانيه هنمشي عادي خالص كانها مساله تايتريشن واضحه. الخطوه الثانيه بنكتب الرول M1 V1 ديفايد MA ايكوال M2 V2 ديفايد MB. هنا طبعا لو تلاحظ احنا عايزين ماس، عايز تحسب ماس، يبقى هبدا اشيل M و V واحط مكانها نمبر اوف مول. طب هتشيل M1 V1 ولا هنشيل M2 V2؟ على حسب المطلوب. ارجع للمطلوب بتاعنا اللي هو كالكوليت ذا برسنتج اوف صوديوم هيدروكسيد، يبقى انت عايز تجيب ماس صوديوم هيدروكسيد، ماس بيز، يبقى هشيل M2 V2. لو عايز ماس بيز هتشيل M2 V2 وتحط مكانها نمبر اوف مول. طب لو في مساله ثانيه قال لك كالكوليت ذا ماس اوف هيدروكلوريك اسيد، يبقى عايزين هنا ماس اسيد، يبقى هبدا اشيل M1 V1 واحط نمبر اوف مول. واضح؟ نبدا نعوض عادي. ال MA ده كونسنتريشن اوف اسيد ايكوال 0.1 تايم V1 هيبقى 10 ملي، مش هينفع معانا الملي لازم نحوله الى لتر، يبقى نعمله ديفايد 1000 هتبقى 0.01 ديفايد ام اي يعني 1 مول ايكوال نمبر اوف مول ديفايد 1 باي كروس ملتيبيكيشن، هيبقى نمبر اوف مول اوف ان او اتش ايكوال 0.001 مول. ده كده الجزء الاول، لسه المساله ما خلصتش. احنا هدفنا عايزين ماس اوف صوديوم هيدروكسيد، بس قربنا نوصل، لان انت بقى عندك نمبر اوف مول اوف صوديوم هيدروكسيد، وطبعا مفيش اسهل من يبقى عندك نمبر اوف مول تقدر تجيب ماس، واتدربنا على النوع ده في اول الشابتر. يبقى هنقول نمبر اوف مول ايكوال ماس اوف سبستانس ديفايد ماس اوف 1 مول، ده اول رول اخذناه في الشابتر، وده من جمال النوع ده من المسائل، انت بتستخدم ثلاثه رول، رول من اول الشابتر، ورول الكونسنتريشن ايكوال نمبر اوف مول ديفايد فوليوم، ده في نص الشابتر، والرول الاخير في اخر الشابتر اللي هو رول التايتريشن. هنكمل. يبقى النمبر اوف مول ايكوال ماس اوف سبستنس ديفايد ماس اوف 1 مول، يبقى ماس طبعا هنجيب ماس اوف 1 مول في طريقنا اوف ان او اتش، هيبقى ايكوال 23 بلس 16 بلس 1 ايكوال 40 جرام، يبقى الماس اوف صوديوم هيدروكسيد ايكوال 40 جرام اللي هو ماس اوف 1 مول اوف صوديوم هيدروكسيد اللي انت حسبته تايم 0.001، ده النمبر اوف مول اللي احنا حسبناه من رول التايتريشن ايكوال 0.04 جرام، ده كده ماس اوف صوديوم هيدروكسيد. عايز البرسنتج اوف صوديوم هيدروكسيد عادي بسيطه، احنا عملنا الصعب طبعا اللي هو الاجزاء اللي عايزه تفكير. البرسنتج هتبقى ماس اوف صوديوم هيدروكسيد اللي موجود في الميكشر ديفايد التوتال ماس اوف ميكشر، لان الميكشر مش كله صوديوم هيدروكسيد، ده عباره عن 0.1 جرام ده ماس الميكسر، 0.1 جرام اوف صوديوم هيدروكسيد اند صوديوم كلورايد. فاحنا عشان نجيب برسنتج صوديوم هيدروكسيد جوه الميكسر هقول ماس الصوديوم هيدروكسيد ديفايد التوتال ماس اوف ميكسر تايم 100، يبقى 0.04 ديفايد 0.1 ديفايد 0.1 تايم 100 ايكوال 40%. مسألة جميلة جدا وهي موجودة عندنا في كتاب المدرسة وجت في سنه من السنين في الثانويه العامه، ودي من اقوى مسائل او من اقوى الافكار عندنا في مسائل التايتريشن. اوكي؟ طبعا في انذر اكزامبل ده تحاول تتدرب عليه لوحدك على نفس الموضوع اللي هي فايند ذا ماس اوف صوديوم هيدروكسيد، عايزين ماس هنا مش كونسنتريشن ولا فوليوم، عايز ماس اوف صوديوم هيدروكسيد ديزولف ان 25 ملي ويتش كونسيومد اون نيوتراليز ويز 15 ملي اوف هيدروكلوريك اسيد 0.1 مولر. واضح جدا ان هي مساله تايتريشن، هنستخدم رول التايتريشن ومحتاج تحسب ماس. اوكي؟ خلي بالك هتشيل ام، هنا هنشيل ام 2 في 2 لان انت عايز ماس الصوديوم هيدروكسيد، هنشيل ام 2 في 2 ونحط مكانها نمبر اوف مول وتبدا تشتغل عادي، تطلع نمبر اوف مول، وبعد ما نجيب النمبر اوف مول نبدا نجيب الماس. ده كده كان اول نوع من الفوليومتريك
من الكوانتيتيف اناليسيس اللي هو الفوليومتريك اناليسيس. في حاله ثانيه من الكوانتيتيف اناليسيس اللي هي جرافيمتريك اناليسيس، ده ثاني نوع من الكوانتيتيف اناليسيس. طبعا احنا قلنا ثلاث انواع افتكرهم مع بعض في اول الليسون، كان في عندنا جرافيمتريك اناليسيس، فوليومتريك اناليسيس، واكويبمنت اناليسيس. الجرافيمتريك اناليسيس ديبند اون سيبريشن of a certain elements to determine its mass. عشان اعرف ماس كومباوند موجود عندي جوه الميكشر هحاول افصله، هفصله بايا كان الطريقه وهنقولها دلوقتي. بعد ما افصله ابدا احسب الماس بتاعه، يبقى كده قدرت اعمل كوانتيتيف اناليسيس بطريقه اسمها جرافيمتريك اناليسيس. في طريقتين لعمليه الفصل هنا، في طريقه اللي هي ميثودز اوف سيبريشن اوف اليمنتس. الطريقه الاولى اسمها فولاتيلايزيشن، فولاتيلايزيشن. الطريقه الثانيه اسمها بيرسيبيتيشن. فولاتيلايزيشن هنا بتنفع في حاله هيدريت سولت، في بعض انواع السولتس موجوده حوالينا في حياتنا كل مولكيول من السولت مرتبط بعدد معين من الووتر فيبر، هو في حاله سوليد، السولت في حاله سوليد بس في ووتر فيبر. لو انا عايز اعرف كميه الووتر فيبر اللي موجوده هنا هلجا لطريقه الفولاتيلايزيشن، عن طريق ان انا هجيب السامبل او الميكسر اللي معايا وابدا اعمل له ديترماين اوف اتس ماس. هعمل هنا هحدد ماس السولت بالووتر فيبر وبنسميه في الحاله دي هايدريت سولت. بعد كده ببدا اعمل وورم او اجنت للميكسر، هيبدا ينفصل الووتر فيبر من السولت. طب انا عايز اعرف ماس الووتر فيبر اللي حصل له فولاتايل هجيبه ازاي؟ هو خلاص طار. ببساطه شديده هبدا احدد الماس اوف انهايدريتد سولت، هحدد ماس السولت افتر هيتنج. هنلاحظ ان في ديفرنس بتوين ماس بيفور هيتنج اند ماس اوف سولت افتر هيتنج، الديفرنس ده هو ماس الووتر فيبر. اوكي، دي طريقه اسمها فولاتيلايزيشن. الطريقه الثانيه اسمها بيرسيبيتيشن، ودي ديبند اون بيرسيبيتيت ريكوايرد كومباوندز ا بيور كومباوندز ويز ا كونستانت ستراكشر. This compound is separated by filtration using ash-less filter. هنا في عندنا application نوع معين من البروبلم على الفولاتيليزيشن هنشوفه دلوقتي، وفي برضو عندنا application على البرسيبتيشن. نشوف بروبلم، وده اخر نوع من او اخر شكل من اشكال البروبلم عندنا في الشابتر اللي هو الفولاتيليزيشن او الهايدريتد سولت. نشوف هنا example يوضح لنا طريقة الانسر. وبالمناسبة هو مفيش غير فكرة واحدة وواضحة، مفيهاش اي افكار، مفيهاش اي لعب، اللي هي مسائل الهيدريت. بتعتمد على ان يبقى عندك سولت في حالة هيدريت، وبيقول لك احسب عدد المولكيولز من الووتر فيبر which combine with one molecule of salt. اوكي، البروبلم بتقول 2.690 جرام اوف هيدريت باريوم كلورايد. السولت عندنا هنا اسمه باريوم كلورايد، بي اي سي ال 2 اكس اتش 2 او. اكس هنا هو الانون نمبر اوف مول اوف ووتر اللي احنا عايزين نحسبه، عايزين نعرف كم مول من الووتر فيبر ويتش كومباين ويز 1 مول اوف باريوم كلورايد. اوكي، احنا قلنا المسائل دي واضحه والمطلوب فيها واحد ما فيهوش اي تغييرات، ان احنا بنحسب دايما الاكس اوف اتش 2 او. الجيفن اللي عندنا ماس اوف هيدريتد سولت، وهيدينا كمان ماس اوف ان هيدريتد سولت افتر هيتنج، ووز سترونجلي هيتنج انتل اتس ا كونستانت ماس اوف 2.292 جرام. كالكوليت ذا برسنتج اوف ووتر فيبر اوف كريستاليزيشن اوف هيدريتد باريوم كلورايد. بعد كده نحسب النمبر اوف ووتر مولكيولز اوف كريستاليزيشن اند رايت ذا مولكيولار فورمولا اوف سولت. طبعا الجزء الاول من البروبلم عايز احسب البرسنتج اوف ووتر فيبر، دي واضحه بسيطه جدا. الاول هنعمل ديفرنس بتوين ماس اوف هيدريتد سولت اند ماس اوف ان هيدريتد سولت، هنحسب الديفرنس بتوين ماس اوف سولت بيفور هيتنج and mass of salt after heating، هيطلع لنا mass of water vapor. بعد كده نجيب ال percentage of water. ببساطة هنقول أول خطوة mass of water equal 2.6903، ده mass of salt before heating.
ماينس 2.2923 ده ماس اوف السولت افتر هيتنج. ودايما لو تلاحظ ان ماس السولت قبل الهيتنج بيكون اكبر من ماس السولت نفسه بعد ما بنعمل عمليه الايه الهيتنج. الديفرنس بينهم هيطلع لك على كميه الووتر فيبر. عايزين نجيب البرسنتج اوف ووتر فيبر. اوكي هتقول برسنتج اوف ووتر فيبر ايكوال ماس اوف ووتر فيبر ديفايد ماس اوف هيدريت سولت. خلي بالك هنا هتقول ديفايد ماس اوف هيدريت سولت مش ان هيدريت سولت. يبقى هنقول 0.398 ديفايد 2.6903 تايم 100. اوكي ده كده الجزء الاول او المطلوب الاول من البروبلم. نكمل. احنا عايزين بعد كده نجيب اهم حاجه اللي هي النمبر اوف مول اوف ووتر فيبر. بصوا بنعمل ايه. احنا عندنا دلوقتي في الجيفن 2.693 جرام ده ماس اوف هيدريت سولت. الكميه دي من السولت عامله كومباين مع كام جرام من الووتر. احنا قدرنا نعرفها دلوقتي از كومباين ويز 0.398 جرام. يبقى ال 2.6903 جرام اوف هيدريت سولت كومباين ويز الكميه اللي احنا حسبناها دلوقتي كومباين ويز 0.398 جرام من الووتر. ده كده الماس يوزد. طب احنا عايزين نجيب الماس اوف ووتر فيبر ويتش كومباين ويز 1 مول من السولت. 1 مول من السولت مش 2.6903. يبقى هنبدا نعمل ريليشن ما بين الهيدريت سولت والووتر فيبر. ازاي؟ هتقول ان هنجيب اول حاجه ال1 ماس ال1 مول اوف سولت اللي عندك في المساله. ماس ال1 مول اوف بي اي سي ال2 ايكوال 208. طبعا بنجيبها ازاي؟ هنقول الباريوم بي اي ب 137 بلس السي ال 35.5 طبعا تايم 2 هيطلع 208 جرام. ده الماس اوف 1 مول من الباريوم كلورايد. طب عامل كومباين مع كام جرام من الووتر فيبر؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. يبقى هنسميه اكس. اوكي بعد كده عشان نعمل كروس مالتيبليكيشن هنبدا نجيب الماس اوف هيدريت سولت بين المساله. ماس اوف هيدريت سولت اللي هو 2.6903 جرام من الباريوم كلورايد كومباين مرتبط بكام جرام من الووتر. الرقم اللي احنا طلعناه في الخطوه الاولى تروح تجيبه اللي هو ماس اوف ووتر فيبر هتقول 0.398 جرام. كده اصبح كروس مالتيبليكيشن عندنا كامل. فنقدر عن طريقه نقول الاكس جرام ايكوال 208 تايم 0.398 ديفايد 2.2923. خلي بالك هنا ال 2.293 ده ماس اوف ان هيدريت سولت مش هيدريت. بنستخدم ماس اوف سولت افتر هيتنج. اوكي طبعا بعد ما بتعمل كروس مالتيبليكيشن هيطلع الاكس هنا 36.114 جرام. ده كده ماس الووتر فيبر. طب احنا بنحط على شمال الكومباوند الماس ولا النمبر اوف مول؟ احنا بنحط النمبر اوف مول. طب اللي احنا طلعناه دلوقتي الماس اوف ووتر. طيب سهل جدا ان انا احول الماس اللي عندي الى نمبر اوف مول. ان انا اجيب النمبر اوف مول من الماس بالرول البسيط بتاعنا اللي هو بيقول النمبر اوف مول ايكوال ماس يوزد ديفايد ماس اوف 1 مول. طبعا شغلنا كله على الووتر. النمبر اوف مول ايكوال اوف ووتر ايكوال ماس يوزد اللي هو 36.144 اللي طلعناها من الكروس مالتيبليكيشن ديفايد الماس ال1 مول اوف ووتر اللي هو هيبقى 18 ايكوال 2 مول. وكده احنا وصلنا لعدد المولات من الووتر فيبر اللي مرتبطه بال1 مول من السولت اللي عندي. يبقى النمبر اوف مول ايكوال 2 مولز. طبعا في بعض الحالات او بعض المسائل وانت بتحل هتلاقي يطلع لك مثلا 2.01. طبعا ما ينفعش نعمل هنا فراكشنال جنب الموليكول فهتقول 2. لو طلع لنا مثلا 2.5 هنا هتعملها ابروكسيميتلي تبقى 3 مول. وبعد كده في النهايه يبقى المولكولار فورمولا اوف هيدريت باريوم كلورايد از بي اي سي ال 2. طبعا هنشيل هنا الاكس ونحط مكانها النمبر اوف مول هيبقى 2 H2O. وهي دي المولكولار فورمولا اللي هي المطلوب الاخير عندك في البروبلم.
وطبعا النوع ده من المسائل هو نوع واضح ما فيهوش منه اي افكار، هي فكره واحده، والستيبس ستيبس ثابته ما فيش برده فيها اي تغيير. ولو تلاحظ طبعا هي طريقه ستاندرد، ما فيش رول معين بتمشي بيه. وده كده اخر نوع عندنا من البروبلم في شابتر 1. وبكده وصلنا لنهايه اول شابتر عندكم في المنهج السنه دي، وهو شابتر 1 كيميكال كالكوليشن. وقبل ما سيبكم في شابتر 1 ليا رجاء بس ان انتم تحاولوا تحلوا افكار مختلفه من كل الشابتر من اوله لاخره. يعني انت في الاجزاء اللي فاتت كنت بتلتزم مثلا بمسائل التايتريشن، تحل مسائل عن او برول التايتريشن، بنحل مسائل على التايتريشن. لو مسائل الكونسنتريشن كنت انت ملتزم بنوع واحد اللي هو الكونسنتريشن. المطلوب منك دلوقتي بعد ما خلصنا الشابتر تحاول تحل على كل الشابتر بكل افكاره، اوكي؟ وطبعا كل ما بتحل اكتر وافكار متعدده في الشابتر كل ما بتتمكن اكتر من المسائل. وبكده خلصنا شابتر 1، وان شاء الله نتقابل في شابتر 2 الكيميكال ايكوليبرم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.